يقول ربنا جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أول العلم ومنتهاه، لا إله إلا الله كلمة المقصد، لا معبود بحق إلا الله. من الأدب أول تأويل ليها يكون ده، قبل أن تقول لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذه العبودية مقصد الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك الله سبحانه وتعالى خلق أبينا آدم بيده من أجل هذه الكلمة، أنه لا يتحمل رسالة هذه الكلمة وذريته، خلقه بيده من أجل هذه الكلمة لا إله إلا الله. ونفخ فيه من روحه من أجل هذه الكلمة، من أجل هذا المقصد. وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنة، سقفها عرش الرحمن، وعلمه الأسماء كلها من أجل هذه الكلمة لا إله إلا الله. وامتحن امتحان الشجرة من أجل هذه الكلمة لا إله إلا الله. وسيرة أبينا آدم عليه السلام هي أساس سيرة أي إنسان من بني آدم، يعني منهج حياة لي، الدروس اللي فيها لكل إنسان تلزمه. أما باقي الأنبياء فحياتهم بتحتاجها في مسيرتك، يجي لك مواقف تحتاج ان تتصرف تصرف نبي الله موسى عليه السلام، نبي الله يوسف عليه السلام، الا ابينا ادم سيرته سيره اساسيه، دروس اساسيه. لما امروا الله سبحانه وتعالى بألا ياكل من هذه الشجره، ظهرت العداوه بتاعت إبليس وقوتها، عشان ده أول درس تعرف مين عدوك. ما اجتهد على أبينا آدم عليه السلام عشان يأكل من الشجرة أكلة تعدي، ولكن هو يعلم بعد المصيبة اللي وقع فيها بعدم سجوده لأمر الله عز وجل لأبينا آدم، حكم عليه وعلى ذريته بالخلود الأبدي السرمدي في النار، مصيبة ما بعدها مصيبة، فالعداوة ما بعدها عداوة. ومش هيتنازل إلا أن يجيب أبينا آدم عليه السلام وذريته بالخلود الأبدي السرمدي في النار، وهو يعلم أن هذا لا يتأتى لي إلا إذا ابن آدم أشرك بالله. كل المعاصي دي عديها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا الشرك. ولذلك لما خاطب أبينا آدم عليه السلام من هذه الناحية ومن هذه الزاوية، عشان انت ما تهوبش على السكة دي خالص، قال له فيها خلدك فيها ملكك، مع ان الخلد بيد مين؟ الله. والملك بيد الله. هو عايش في شهود فاعلية الله وعظمة الله وقدرة الله، مفيش أسباب في الجنة، كل ما يريده يجده خلقا من العدم بدون الأسباب. فيها خلدك فيها ملكك.
فأكل أبينا آدم أكلة واحدة في لحظة واحدة يظن إن فيها خلد وفيها ملكه، إيه الرد؟ فأخرجه من الجنة. رسالة لكل واحد فينا، مش هتقدر تدخل وانت عندك ذرة شرك، بل وانت عندك ذرة كبر، لأن قالوا الكبر قرين الشرك. نعم، وصعب انك تستوعبه الا اذا استوعبت حال ابليس مع علمه العظيم وعبادته الجليلة اللي اصطف فيها مع الملائكة، لكن ذرة الكبر دي خلته يرد امر الله ويعترض على امر الله. الكبر الانسان مش فتش في نفسه كويس، لان قد يجد ان هو اللي منعه عن سيره الى الله وموقفه كبر في نفسه، بس يفتش كويس لانه مستخبي كبر. وبيظهر في صور بسيطة، انك ما تصليش مع العوام، ما تاكلش مع العوام، ما تمشيش مع العوام، ما تسلمش على العوام، ما تعيش في جماعة، ما تكونش من اهل المساجد، وتد من اوتدها الا عاد مع الفقراء والبسطاء. عليكم بالجماعة والعامة والمسجد، اصول عشان تطير الكبر، والا يكون هلاك الانسان فيه. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فأخرجه الله من الجنة. درس لينا عشان نعرف احنا هنخش ازاي. الله أدرى هذا الحال، حال الشجرة والأكل منها وخروجه من الجنة، على أبينا آدم ليعلم جميع الخلق أن في ذرية آدم مع هذا الخلق العظيم من يشرك بالله. فلابد يبقى في استفاء، فين أهل لا إله إلا الله اللي عجور الرحمن؟ فخلق السماوات والأرض لجنة امتحان مستمرة للبشرية. من أجل هذه الكلمة، السماوات والأرض خلقها من أجل لا إله إلا الله، من أجل هذه الكلمة، من أجل تحقيق هذه العبودية، لجنة امتحان مستمرة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. امتحان واختبار في كل نفس، في كل طرفة عين، كل شيء حواليك. ما كانش بالكلام زي البشرية ما بتقولك، بتكلمك عن غير الله، بتوجهك لغير الله ليل نهار، ده ينفعك وده يضرك، وده يجيب وده يودي وده يفعل وده. الكلام ده ملوش أصل، ملوش أصل خالص، فتنة. ده ما بالك كمان الكونيات اللي حواليك لسان حالها بيقول لك كده، مع كل طلعة شمس بتقول لك انا قادرة فعالة، انا بجيب لك الضوء والحرارة. لا اله الا الله، ودي مش حقيقة يعني. وانت بتبعد عن الغلاف الجوي كده شوية بره تلاقي الشمس دي قرص احمر زي القمر اصفر، ولا في ضوء ولا في حرارة. امال ايه اللي في الارض دول؟ لا اله الا الله. مع كل طلقة شمس الملك يصرف الضوء والحرارة، بل بمستويات مختلفة. هنا الان في مناطق متجمدة، ومناطق درجة الحرارة 50 من الوساحة، وميل الارض ما يعملش الفرق ده، لان بيننا وبين الشمس 91 مليون ميل. تلسعك ازاي 50؟ طب مرة ما فيش 50 ولا 30 ولا اي حرارة. هذا من الله، لان الله خالق الاشياء والافعال والاحوال، اذا ربطتهم ببعض اشركت. خلق الشمس من العدم كن فيكون، وخلق افعالها انها بتجري ولا هي اللي بتجري بنفسها،
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. اللي خلق الشمس خلق جمالها وخلق احوالها. الضوء والحرارة من مين؟ منه خلق الضوء والحرارة، مع خروجها يوجد فتنة للقلب، عشان مع كل طلعت شمس تقول ايه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا ضوء ولا حرارة ولا فعلية ولا حركة ولا ليل ولا نهار الا بالله. كل شيء، شربة الماء اللي انت بتشربها بتقول لك انا برويك وبقوة، لان الفتنة ان هو اللي امرك تروح للماء، كله واشربه ولا تصرفه، ارسلك للماء عشان ربك محتاج للماء ترويك. حاشا وكلا، لا يحتاج الى احد من خلقه، وهو الصمد. لكن بيصرف لك الليل مع شرب المايه، حمراء تقدر ترويك. واللي بيني وبينك بتوع المايه بتوع الطب، اما تقول له احنا بنرتوي ازاي، اسمع بقى، اسمع حواديت، يقول لك اصل المايه دي عشان ترويك لازم تروح في دورتين، دوره هضميه ودوره دمويه، من اولها ضلال. ويحكي لك حلوين، لكن الحقيقة انت بتشرب بق المية قبل ما بيعمل بوم في معدتك بيصرف لك الرية. اشرب يا عم الحاج، الحمد لله، اشرب، هي لسه خرجت من معدتك عشان تروح معاها دقيقة، وعشان الخمير تمتص منها وتبعت للدم، والدم يبعت للقلب، والقلب يبعت للرئة، والرئة ترجع للقلب، والقلب يبعت للشرايين، وبعدين تروح لكل عرق في جسمك ينبض بالرئة والعرق. دي حكاية، احنا عاملين ايه؟ لكن انت بتبتلي في لحظة، لحظة ما شربت. هو الذي يطعمني ويسقين، كلام أبا الأنبياء سيدنا إبراهيم، كلام الحقيقة، كلام شهود القلوب السليمة. بيصرف لك الري يا عم، اشرب، الحمد لله، خلاص يا عم، مش شايف العرق اهو؟ يعني هو شرب من هنا ما فيش عمل ايده كده، جسمه عرق وارتوى. انها قدرة الله، لذلك ما تعملش عمل الا بسم الله، لان كل الذكر اللي انت بتقوله ده فرع من شجرة لا اله الا الله، فرع من الكلمة بسم الله. بتشرب بتقول بسم الله عشان قلبك هيخش الامتحان، قبل ما تخش جاوب. يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا تنجحوا، قولوا لا اله الا الله، مش مجرد ذكر سطحي، لا، ده مع نفسك هتقولها بيان. يعني مع كل مره بتقول لا اله الا الله وانت قاعد لوحدك في سرك بتبين في نفسك، لان وانت قاعد بتذكر الف حاجه حواليك بتقول لك غير الله، انا فعال، انا اجيب لك، انا اوديك، انا اعييك، انا اشفيك. رخوه طالعه عندك ايه؟ كثيره شديده، مفيش نفس يقدر يطلع من غيرها. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله، عشان تمنع، تمنع. ولما تختلط بالناس بقى دعوتك الى الله في ايه؟ في الكلمه، اكنك بتفتح الاستيكر بس انت مشغول بيها. الدعوه فطره الذاكرين، انت ليه مش عاوز تهدى عن الناس، تركب مع ده، تقعد مع ده، تمشي مع ده، برضه الكلام في لا اله الا الله، في ايه يا عم؟ يا عم انا كل الحكايه اللي كنت بقوله جوايا بقوله برايا، لان انا ما اقدرش اسيب لا اله الا الله، ما اقدرش، انا مفتون. كل حاجه بتعملها بسم الله بك يا الله ارتوي، قبل ما تشرب. نسبت الشرب لمين؟ يعني بسم الله مش للبركه بس، والناس سنه، ده دينا وافل من فضائل بسم الله،
لكن حقيقة بسم الله حقيقتها لا إله إلا الله. بسم الله احنا في امتحان كبير، ولذلك هات بقى شرع رب العالمين اللي بيني وبينك القرآن. النبي راجع برسالة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. رسالة الرسول ليها خصوصية عن باقي الأنبياء، يعني هو في مكة صلى الله عليه وسلم 11 سنة ونصف منفرد الجهد بالقيام الطويل بالقرآن حتى تتورم الأقدام، ذكر كثير في لا إله إلا الله كثير شديد ينقطع به القلب إلى الله، ما بقاش فيه إلا الله إلا الله، ودعوة إلى الله نفي وإثبات وربك فكبر، ركع كلم في لا إله إلا الله. دول ثلاث أعمال كلهم خاصين بلا إله إلا الله وكثيرة، علشان يتربى الإيمان بالحقيقة. انفردوا في الشريعة 11 سنة ونصف، حتى بعد رحلة الطائف دل الصلوات الخمس، ولم تكتمل إلا هيئتها وترتيبها إلا في المدينة، عشان انت ما تجادلش في الحق. انت اذا ما كانش عندك التلات اعمال دول بقوة كثيرة سنين طويلة بيردوا فيك ايه؟ لان المقصود فيهم ان انت الدعوة دي المشفوعة بالذكر والقرآن، انت متعرفش في الدعوة وانت ذكرك ضعيف وقرآنك ضعيف امدادك ضعيف، لا مؤاخذة جهاز ملوش بطارية، الو ما حدش هيرد عليك، او بطارية فاضية، يا رب واصرخ يا عم يا رب اجمع المسلمين كلهم يا رب، انما جهدهم في المسمن والمدسر ايه؟ ايمانهم ايه؟ الصحابة خرجوا من السنوات دي ايه؟ نشأ في قلبهم معرفة الله عز وجل ومحبة الله عز وجل والاحتياج إلى الله عز وجل والاحتياج إلى أوامر الله عز وجل، فتكون الإخلاص قبل الأعمال قبل ما تنزل بقية الشريعة. الإخلاص هو إيه؟ هذا العبد لما عرف مولاه من كثرة الذكر والقرآن والدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله ليها ركن، القرآن والذكر علم الإيمان واليقين لازم يكون عندك بيغذي المادة الخام ليك، لكن عشان تحول علم الإيمان واليقين إلى حق الإيمان واليقين وعين الإيمان واليقين لازم تشتغل في الدعوة بعدد أنفاس ذكرك. ليه؟ لأن أنت مأمور في الدعوة تروح للفرعونية والهمانية والعادية والسمدونية واللوطية، جميع أصناف الخلق اللي بيخوفوا قلبك، فأنت بتقتحم بالدعوة الباطن اللي فيك مش اللي في الناس. الناس بيختم لهم بعد كده بالخير، لان الهداية مش بايدك. الحديث في باب القدر في مشكاة المصابيح، ان الله خلق خلقه في ظلمة عالم الارواح خلقوا جملة واحدة، في التأويل في شرح الحديث قبل خلق قبيل ادم بخمسين الف عام الله خلق ارواح الخلق، إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل، ولذلك أقول جف القلم على علم الله إنك لا تهدي من أحببت. اوعى تفتكر أنت بتحاول في الدعوة علشان خاطر هداية الناس، الهداية معروفة قديمة، امال انت بتتحرك ليه؟ لنفسك، لان كل دول مخوفينك. ايه انت الان خارج للتدريب العملي لتحقيق لا اله الا الله، طب لما انت عمال عارف لا اله الا الله وعامل خمس اجزاء في الليل وكل ده بيكلمك عن لا اله الا الله وبيعرفك بالله واسماء الله وصفات الله، وبعدين اذهب الى فرعون بتجيب ورا ليه؟ خايف ليه؟ الكلمه مش متحققه. انما لما بتنفذ امر الناس سر في دعوتك الى الله، فانك تمشي الفرعون والهمان
والقبائل دي وللناس بكلهم مخاوف. ايه اللي بيحصل؟ هيتبين لك شيء ويجي لك امداد مخصوص، الخوف ده يتنزع. اني لا يخاف لدي المرسلون. كلم الباشا وتلاقي صاحبنا رايح دعوجي ذكر قران بس، وعندي الباشا شغل الدعوه شغال طول ما هو موجود. يا ابني انت الشغل ده مش شغل يا ابني، انت لا اله الا الله، تعال اقعد اسمع لا اله الا الله. ولما تفضل مكان من التعب ينام. يا ابني حد بينام هنا؟ لا اله الا الله. اني لا يخاف لدي المرسلون. مين اللي نزعوا منك؟ عشان مشوارك، عشان حركتك للدعوه. اني لا يخاف لدي المرسلون. طب انا اروح لفرعون ده بمين؟ بنفسك ما تقدرش؟ بربك. اني معكما اسمع وارى. عشان ما تفتكرش المزمل والمدسر يعني دي خاصه بينا، دي من قديم الازل. الذكر والدعوه والقران والدعوه. سيدنا موسى لما امر بالدعوه اذهب الى فرعون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا. يا عم انت خدتنا في ايه؟ انت مامور بالدعوه ومشيت طلبات كتير، طيب وبعدين ده كله طلبه عشان نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا؟ متذمل انت رايح للدعوه. ايوه يا ابني افهم. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. عشان ده يمتلئ معيتك ويعلم ان انت معاه تراه وتسمعه. ما يروحش لفرعون بنفسه، يروح لفرعون بربه بسبب الذكر، معية الله. ولذلك عطاء الله في الذكر ايه؟ انا جليس من ذكراني. انت بتسكت كده؟ كان زمان ما يغيبش عن قلبك لحظه شهود فعاليه الله، ولا يغيب عن قلبك لحظه رب العالمين، لحظه لقوه الذكر وقوه الدعوه. عاوز تروح لفرعون، عاوز تشتغل، فين ذكرك؟ فين شحنك؟ لان هي حاجه واحده. انت من كتر الذكر بتبين في نفسك كل ما انك تيجي على حاجه لا اله الا الله، لا اله الا الله. ليه النهار؟ يوم اول ما تقعد مع اي حد ما انتش عامل اي فوارق، لان انت بتشم ريحه الشرك. يعني انت بيبقى عندك يعني احساس كده، عارف زي العلماء ما بيقول الشيخ بيبقى عنده حساسيه في الفتوى. ليه؟ لانه هو عايش العلم وبحر علم، وانت بحر توحيد. مش يعني مش كل واحد هيبقى مفتي، لكن كل واحد لازم يبقى موحد، لازم كل واحد يوحد. فانت ما تقدرش تسيب لا اله الا الله. فانت بتشم، يعني انت قعدت مع اي حد هتحس بالشرك بالظلمه، ما تقدرش تسكت. بتفتح الاستيكر بس بعد ما كنت شغال مع نفسك، اللي كنت بتقوله مع نفسك. عارف انت لما تكون بتسمع مثلا خطبه او حاجه وفي نصها قفلتها وبعدين فتحتها تاني، والشيخ سخن لي يا عم، هو اصل انت فتحت من النص؟ هو انت قعدت مع الناس. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. معيه الله معاك على طول في الذكر. ومن ذكرني في ملأ، احذر تجتمع بالناس وما تشتغلش في لا اله الا الله. احذر الاحوال تنزل. السوق اللي انت فيه ده ما كانش يبقى فيه اكيد يبقى ليك كلام بسببك. امال انت بتذكر في ايه؟ انت بتذكر ايه ذكر السوق؟ ذكر السوق اللي احنا سايبينه الاول. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. بيان لكل بياع وكل مشتري لازم تقولها جهرا. ذكر. ما ناخدش افعال الرسول عبث، دي مناهج. هو الرسول بشر عادي بيعمل عمل ونعمل زيه؟ لا يا حبيبي. ده صاحب ده اي حركه منه منهج حياه. يعني ايه؟
يعني العلماء الرومان ياخدوا الكلمة الحديث ياخدوه يحم مشينه على حياتك ويقول لك تعمل هنا كده وكده زي الموضوع ده. يا عم ازاي؟ اذا الخطيب طلع المنبر الصحف اتقفلت ده في الجمعه بس، قلفه موت. مش في الجمعه بس، في درس الساعه كذا، في تعليم، في مشوره، في اي عمل جماعي. اذا جيت متاخر دقيقه مكتوب غياب، يمشي على حياتك، يمشي. لان صاحب منهج انت ماشي على نهج الرسول، مش مجرد سنن رفايع. لا، ده الفرق بين العلماء الصحفيين والعلماء الربانيين. عايشين الدين، عايشين حياة سيد المرسلين. يوم لما يجي يربيك يقول لك هنا تعمل زي دي كده، وهنا يبقى من جاك كده. لا اله الا الله. طب خليك في اتوبيس واقعد في الذكر. طب ما الراجل ده، لا وانا بقول لك بقى في الاتوبيس كله، ما الراجل جنبك. لا اله الا الله. وانت لو اهل ذكر هتحس ده قاعد بيفكر في مليون سبب، وناوي يقتل وناوي يزني وناوي يسرق وهو جنبك وانت ساكت. يا عم ما تكلمش، يا عم انت اتكلم، لان هتكتشف بعد كده ان انت غيرت تاريخ حياته. القعده دي غيرت تاريخ حياته، لان لازم يقابلك. من سر شريعه النبي صلى الله عليه وسلم انها ما بتنتقلش بالكتب، بالصحف زي صحف سيدنا موسى، لا، بالمشاهدة، بالمشافهة، بالمعانقة. فانت ما تعملش حاجة الا بسند. مين يا عيني؟ مين متوضي بالسند؟ مين بيصلي بالسند؟ احنا اللي بقى عندنا في مصر اللي بالسند القرآن بس، مع ان كل شريعتك تاخدها بالسند، بتاخدها من شيخ لشيخ لشيخ، واخدها بنرى. طول ما كان في صحابي بيتنفس على الارض مفيش مصحف اتكتب، مطالع ما ظهرتش ولا حديث مكتوب. امال ايه دول؟ ده دين حي يابا، دين حي، دين حي. شريعه ماشيه على الارض، قران ماشي على الارض، وهو امي. لان النبي الامي ضروري كان يبقى كده صلى الله عليه وسلم، لان ليه هو دين، ليه دين، ليه جهد مخصوص. وإلا اللي يخليه يلف على القبائل في الحج يقول إيه؟ من يحميني من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي. طب والعذاب اللي أنت شايفه والناس اللي معاك العشرات وشغالين في الدعوة ليل نهار في صميم الدعوة لا إله إلا الله؟ أمال ده قال ده دي جهد أنبياء بني إسرائيل مأمورين بيه، والنبي مكلف بيه، يقتدي بيهم في جهودهم على أقوامهم. زي ما أنت مطلوب إنك ما تسيبش بيت حواليك، ولا راجل راجل، مش بيت بيت، راجل راجل في بيت بيت، 70 جار حواليك، تعمل حصر شامل. السجن المدني عندك انت، مش في الاسم، عندك انت. هتسأل وانزل عشيرتك الاقربين، هترد عليه في الايه دي؟ ترد على ربك ايه وانت واقف زي وقفه الصلاه؟ مسلسل بالاغلال، ايدك اليمين على اليسار، مسلسل بالاغلال، ايدك وعنقك، لا يفكك الا عدل. عبدي أين الأمانة؟ وحتى يسأل عن أربع، كلكم راع مسؤول عن رعيته، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأنذر عشيرتك الأقربين، لتنذر أم القرى ومن حولها، كنتم خير أمة أخرجت للناس. دي اسألها. الدين يوم الحقوق، يوم القيامة، حقوق الناس في الدين وفي المال وفي العرض، في الدين. يمر الرجل بالرجل يوم القيامة ولا يعرف، فيتعلق به، ربي خذ لي حق منه، فيقول ربي ما اعتدت له عرضا ولا اعتدت له مالا. دماغه راحت في الحاجتين التانيين. قال ربي لقد رآني على المنكر ولم ينهاني. انت ناسي الدين. الناس كلها عارفة المشايخ بتوع المساجد والقطط والعيال، تسأل على الشيخ فلان يوصفوا لك بيته ومواعيد حركته. ليه؟ اصل دول كلهم هيتعلقوا بيه. انت تظن انها بركه ايه؟ التزامك وبركه الدين اللي فيك والسنه اللي فيك بركاك. لا، دي بلاءات، دي امتحانات، دي مسؤوليات. انا عارف موضع اتهام. لكن الدين وجهد النبي بان امتى؟ في المدينه.
ايه اللي حصل في المدينه؟ مسجد الرسول اللي ما فيش دلوقتي يعني شعر منه بيتعمل فيها حاجه من دي، يستقبل الوفود المسلمه ويخرج الجماعات والسرايا في سبيل الله للدعوه الى الله. في وظيفه تانية لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان الصحابي من دول يقوم بكل الشعب اللازمه، يستلم الناس اللي جايه جديده دي من ساسها لراسها، يباتوا في بيته عشان ايه؟ يتاثروا، لان الدين بيتنقل بالمشاهده بالمشافاه بالمصاحبه بالمعانقه. الصحابه ما اسمهمش حواريين، اسمهم اصحاب رسول الله. خدوا الدين كده، يجيبوا له ماء الوضوء صلى الله عليه وسلم فيتوضا ويقول: من توضا وضوء مثل هذا. سر عجيب يا عم، انت مدخله ازاي الجامع؟ يا عم انت مالك انت؟ ما انا معانا سند، هو في عم بيتوضى جنبي. يعك يعك، انت مالك؟ هيتعلم، مالكش دعوه، ده سر. ويوقفوا جنبه وهو عمره ما سجد لا سجده، يقول له عن من ايه؟ يقول له عن صلي. تعمل ايه؟ اعمل زيي. صلوا كما رايتموني. مش دي الكلام. خذوا عني مناسككم. اصل ده دي العلامة. انت هتجيب مترجمين منين يا عمي؟ الصحابة فين المترجمين اللي معاهم؟ دول امي ما يعرفوش لغتهم، دول اميين، لكن في اجسامهم وقلوبهم رسالة رب العالمين. كل واحد محمد رسول الله، كل واحد لا اله الا الله محمد رسول الله. خلع قلوب الخلق الى الحق. انت بتروح له كذا زياره ما جاش ليه؟ لان الايمان اللي في قلبك ضعيف. من خصائص الايمان اللي بتاخده من العبوديه من الله، يسرع بسيرك الى الله والتضحيه لدين الله، ويجذب قلوب الخلق الى الحق. يستعد من قبل ما تكلمه، من قبل ما ترغبه، استعد. شافك حب ربنا، شافك رغب في طاعه الله، شافك ده الاول. اول انت ما قلت له كلمتين سلمت عليه اكرمته، شبط خلاص. الناس مستنيه امه الرسول الحقيقيه، الحقيقيه مستنياني ومستنياك، ولا لسه هنجيب ناس من بره؟ اهل المساجد مختارين، اهل الخمس صلوات في رحله الاسراء والمعراج. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ب 124 الف نبي ورسول. اشاره يا رسول الله هتكلف بخمس صلوات، وتسلمنا في حجة الوداع 124 ألف صحابي يقوموا مهمة ال 124 ألف نبي ورسول. خلوا الأرض كلها وحدت بعد وفاة رسول الله عشان تعرف الأسراء. دين لا ينقل إلا بالمشاهدة بالمشافاة بالمعانقة. سيدنا جبريل لما أراد يعلم النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، ما أنا بقارئ، عرفش عمل إيه؟ ضمه. فين شيخك؟ فين المشايخ اللي خدت منها اي علم؟ فين شيخك اللي بالسند؟ ده لسه عاوزين نأسس، عاوزين نأسس للأمة ناس بالسند وناس تشتغل في الدعوة بجد. كل واحد مسؤول عن هذه المسؤولية، عن هذه الدعوة، عن هذه الآيات مسؤول. ذكر كثير وقرآن كثير بدون النصاب ده. انت لما تقرا جزء كل يوم، طب انت لما جيت للدعوه وبعدين اقول لك ايه؟ حاول تقرا جزء كل يوم. طب دي بدايه يا عم الشيخ، تذكر ربنا 100 استغفار و100 صلاه على رسول الله، دي بدايه. انت لسه ده استغفار سيدنا ابو هريره في الصحيح اسمه 10,000. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم ولا يجلس الا على الذكر. الصحابة بيقعدوا معاها جلسات متقطعة. كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة في كل جلسة. هما قالوا ليه؟ إنه ده مجنون. أيها الناس، جاءت الرادفة تتبع الرادفة، جاء الموت بما في إيه ده؟ ما يتقالش عليه مجنون. ماشي يقول لا اله الا الله، يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. يا عم ده مجنون. مش مجنون، وان كان في اثر اذكر الله حتى يقال مجنون. انت مكسوف تقول 100 100، ما انت جاي لسه بتقول 100 100. ده عشان تبتدي يا عم الشيخ، عشان تبتدي. لكن انت ده الجهد المطلوب، ده الجهد المطلوب.
انت عاوز تسلم الامه، عاوز تسلمها من غير السكه دي هتتعب وتتعب، هتتعب وتتعب. يعني واحد خارج معاك لاول مره عاوز ترجعه مدمن قران وذكر ودعوه، بس يا عم اتكلم كلام غير كده، اللي بيني وبينك القران، وما يعلمه انت لما يسال، لما الدعوه تنشئ فيه الاحتياج الى الله والى اوامر الله، ينشئ فيه الاخلاص، يريد ان يرضي مولاه. مش لسه هيدور على الاخلاص بعد ما اتعلم الصلاه، بعد ما اتعلم الذكر، بعد ما اتعلم هينشئ الاخلاص؟ لا، ده هذه الدعوه بتنشئ فيه دعوه مشفوعه بالذكر والقران، تنشئ فيه الاحتياج الى الله في قلبه وقلوب الاخرين، لانه بيكلم الناس، بيكلم نفسه في الناس. ما في ناس شغاله في الدعوه بقى 30 سنه وما زال ينزل حرام وياكل حرام ويتكلم حرام، ليه؟ 30 سنه بيكلم الناس وفاهم ان هو هيكون سبب هدايه للناس. يا عم كلم نفسك يا حبيبي، صدق ان انت وراك عبوديه اتخلقت لها، صدق، كلم نفسك، وحد ربك. انت لسه مستعين بغيره وبتتكل على غيره وبتسال غيره وبترجو غيره، كلم نفسك، انت بتكلم نفسك في الناس. جهد لازم يتقدم، عشان والا احنا شايفين اي محاوله كده عافيه. طب ما الناس، ما انت شفت الناس عملت ايه؟ هجوم على الملتزمين والاسلام والايه، عم مواصل كلهم عاوزين دعوه فردا فردا فردا. يا عم احنا فاضيين، احنا عاوزين ننتج. طب انا مالي؟ شوف لك انت، هات دليلك من الكتاب والسنه وانا معاك. ده شقه يا عم، مالكش دعوه، ده سر مش شقه. ما نسيبش راجل، مسؤوليتنا. امال المسجد ده معمول ليه؟ وكل واحد جه فيه متعين، متعين ان يقوم بهذه المسؤوليه بس، والهدايه من الله. بس انت اتحرك في الناس، اتحرك في الناس. فيا الاحباب الكرام، الله يكرمنا واياكم بهذه الاصول، يتم الوصول لكل رغبه ليك وللتغيير ولكل حاجه ليل نهار بالدعوه دي. لما جه سيدنا موسى لبني اسرائيل وايمانهم ضايع والشرك ماليهم ولعبوا في اوامر الله وعهود ربنا، وربنا ارسل لهم نفحه نفسهم سيدنا موسى، فضل يجتهد عليهم لغايه ما ايمانهم كمل وشريعتهم كملت. لازم تكمل الايمان بالدعوه وتكمل الشريعه بالدعوه. رغب، رغب على الايمان، يسال، رغب على الاعمال. احذر تعلم واحد من غير ما يسالك. يا عم من كتم علما هو سالك، ما هياخد العلم ده. هو لو بيسال ليه؟ عشان محتاج. انت انشات بالدعوه الى الله وتعظيم الله وشغلته في الدعوه، نشا فيه الاحتياج الى الله والى اوامر الله، فسال. دخل لما تعلمه طالب علم بقى، علم بحلقه كده، جرب وشوف كل حركه عملتها قدامه وكل كلمه حفظها، ومش هيسيبك الا لما يعمل قدامك اللي انت قلته. يا عم الشيخ، طب اديني 5 دقايق بس، هتوضى زي ما انت، هصلي قدامك. ايه الحرص ده؟ ومش هيعمل غير اللي انت قلته، يعني يمكن يبقى وراه اكل وراه شغل، اللي انت علمته له قسما بالله هيقوم يعمله قبل ما ياكل وقبل ما يشرب. شوف الصلاه مظبوط كده، كده مظبوط، ده بعد ما وراني الشيخ اصرار. لكن انت لما علمت واحد وهو مش محتاج، والمسخره بقى ان انت بتعلمه وقاعد لابس الترنج وبيعزقز لب نهارك زي الطين، وبعدين خد الشغل دون حج عليه، رايح النار ولا رايح فين؟ على النار. طب يا ريت يروح النار وايه؟ يبقى انت ضيعت واحد بس، انت هلكت واحد، علمته وما عندوش طلب، اقمت عليه الحج عشان تحذفه في النار. جزاك الله خير بالعلم بتاعك النافع ده. لكن المشكله ان ده هيبهدل لك الامه، هياخد العلم ده يجادل بيه العلماء ويماري بيه السفهاء، كله يكفر بعضه وكله يسب بعضه. ايه يا جدعان؟ ما اصل انت فتحت منابع العلم بدون ترتيب، بدون تربيه، بدون منهج القران، بدون مزمل ومدسر، بدون انشاء الايمان عشان هو يسال عن دينه ودين ربنا. عاوز يرضي مولاه، الاخلاص بدا. يعني هو مش بيسالك عشان يتعلم معلومه،
مستحيل. اللي رجع مدمن ذكر وقرآن ودعوة ده مش مستحيل يسألك عشان يتعلم معلومة ولا عشان يقبل المعلومة. أمال عشان إيه؟ عشان يرضي مولاه، رخر بأدبها بالظبط بيعملها. عاوز يرضيه. وهو عمله ده مطلوب إيه؟ حتى يأتيك إيه؟ اليقين. حتى يأتيك اليقين. يعني أيام العمل ده للموت، طب إيه اللي صبره على كده؟ الخدمة وجهد الخدمة في سبيل الله. تنشئ روح المجاهدة. خدام في الأتوبيس وخدام في الشارع وخدام في البيت وخدام في المسجد وخدام في الاعتكاف وخدام في الخروج وخدام في كل حتة. روح المجاهدة. طب خلي واحد كبير كده وسنه كبير وبعدين الجماعة تروح متكنشاه في الخدمة. يرجع متبهدل. حتى ذكره وقيامه ودعوته كله جاب ورا ده 40 يوم 4 شهور كده 40 يوم. قال اصل احنا لقيناه راجل كبير يا ابني انت ضليته، هو مش انت رغبت على الخدمه وهو رفع ايده؟ ما تخرجه واخرج معاه الاثنين الشباب اللي انت بتطلعهم كل يوم. بس هو لازم يتحرك. انت اخر مره هتلاقيه جايب كوبايات الشاي فاضيه وعمال تتهز دي بتترعش والازار بتاعه ولا السروال مشمره وكم مشمره وتفرج عليه بعد كده الاسبوع اللي بعد الخدمه. جهده في القيام في الذكر في الدعوه مستعد يمشي للجوله. انما انت لما سبته بدون خدمه طب انا شوف لي زياره جنب المسجد، طب سيبني في الذكر في المسجد مع جماعه الذكر، بعد كده يقول لك انا اريح مش ولا يقدر يقعد في الذكر. والجوله شغاله والزيارات شغاله. ليه؟ انت اللي عملت فيه كده. هذه اربع اعمال خطوات الهدايه ربنا منظمها لك في حياه الرسول. دعوه الى الله، تعليم، هو اللي ده يجيب ده. دي خطوات هداية. ما تحاولش تسبق، هتسبق هتتعب وتتعب. انت هتتعب وهتتعب. درجة درجة، واحد اتنين وانت عمال تتران قدامك. ده نص البعثة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ الآيات الكونية دي كلها بتدل على آيات غيبية عشان تضرب بيها الأمثال فيستقر بيها الحق في قلبك. اي واحد، هات اي مهندس في العالم قول له اساسات المسجد ده العماره دي تكلف قد ايه؟ يقول لك قد اللي فوق وعمرها ما هتخلف جنيه. لازم الاساس ياخد قد اللي فوق نفقه ووقت وكله. كذلك اساس الايمان المزمل والمدسر 11 سنه ونصف البعثه، نص البعثه تاسيس الايمان، تأسيس الإيمان. وما حاولش أنا أورد بقى، فأنا أنا دلوقتي عندي حرج في الدعوة يبقى ذكرك قليل بس. لأن الدعوة فترة الذاكرين، أنت حبيت رب العالمين من الذكر، أنت عمال تقرا في آياته وعظمته ونعمه. الكلام فترة. الله كيف تفرح عشان يرسخ عندك هذا الحق اللي في القرآن وهذا الحق اللي في لا إله إلا الله. فأيها الأحباب الكرام، ده منهج الأولين والآخرين. نشتغل فيه عشان ما حدش يعني يفتكر إن في سكك تانية، لا. وملناش أي غبار على أي حد بيتهم، لأن العبرة بالنيات. هو يقبل وأنت ما تقبلش. أنت اشكر الله إن أنت السكة قدامك واضحة، دب 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 واشتغل. لأن أنت مكلف. هو مين الأمة الناجية؟ اللي هيجيب أمة الرسول اللي هم مسلمين وغير مسلمين على ما عليه النبي وأصحابه بس. واللي بيني وبينك ربنا ده هاتهم على اللي كان عليه النبي وأصحابه، تبقى أنت من الأمة النبي إن شاء الله تكون فرد. أنت ده منهجك، جماعة مسجد، جماعة بيت، تمشي في السكة دي، سكة الرسول وصحابة الرسول، سكة الأنبياء السابقين. لما كان الدين وإيمان وشريعة بني إسرائيل مع سيدنا موسى، ربنا أمره يخرج بيهم. يخرج بيهم، دول خدامين وفلاحين في بيخدموا العيلة المالكة بس، ولا معاهم سلاح ولا يعرفوا يستعملوه. وهتخرج خلاص، أمر من الله. ليه؟ كملوا. الله. وبعدين ما هو بقى أنت عملت الجهد المطلوب على الأنبياء والمرسلين وأتباعهم
جهد الدعوة ثم الدعوة ثم الدعوة المشفوعة بالذكر والقرآن، فيبتدوا يطلبوا الدين ويسألوا عن أمر رب العالمين، تستمر الدعوة عليهم عشان يقيموا شرع الله، مقصود الخلق العبودية. خلاص كده أنا انصرف بقى، وما النصر إلا من عند الله. وخرج بيهم 600,000 وراء فرعون بجيشه كامل، لأنه خرج بنفسه 1,600,000. إنا لمدركون، ده إيه يا عم؟ هنروح فين؟ إحنا هالكين كده، خليج ملوش ساحل. فرعون قال كلا إن معي ربي سيهدي، هو كلفني أخرج بيكو 12 طريق يابسة. لمين؟ للموحدين القائمين على شرع رب العالمين. لكن لسه واحد ما تسمعني، ما تقولش ده مبالغة أو أنت ما تعقدناش، لا أنت ما تضيعناش، ما فيش واحد عنده ذرة شك في توحيد الله، ولا عنده سنة واحدة ناقصة من سنن سيدنا موسى والتوراة. كده يعدوا. وإحنا مطلوب مننا كده، نفضل نكتب بالقرآن والذكر والدعوة لغاية ما الأمة تقوم صح. إيمانها يتغير، تسأل عندنا، يتقام دينا، ما بقاش في واحد ناقصه سنة. يا عم الحاج أنت مش عاوز تمكين؟ لو انت الحال ده فيك لوحدك تبقى يتمكن في الارض، تمشي في الجن. يا عم هم مش شايفيننا؟ ما يشوفكش. هم مش عارفيننا؟ ما يعرفكش. انت متمكن، عاوز كمان كم واحد معاك متمكن؟ هي على المنهج ده لغايه ما يجي لك التمكين اللي انت عاوزه العام، يبقى لازم يكون امه الرسول كلها كده زي الصحابه الكرام 13 سنه عشان يتمكنوا. مدد من الله 12 طريق يابسة، مفيش مزلقة، ويعدوا عشان إيمانهم يزيد والخوف ممكن يبقى ليه أثر. يستذروا لما يشوفوا غرق موسى بجنوده كاملا. كم زيادة الإيمان، كم زيادة الاطمئنان. الدنيا حر وظللنا عليهم الغمام، ترجع للتأويل تكييف مركزي. تعرف تكيف الصحراء؟ تعمل لي جرع كيفت مسجد، كيفت فندق، كافيه، لا ده كيف لهم الصحراء. ايمان كامل وشريعه كامله. جعانين، المن عايزين يحلوا، السلوى عطشانين، 12 عين من الحجر خبطه واحده. مدد تمكين. لازم انت مش حاسس شغل في الاساس حتى. انت ممكن تسيب الاساس لانه متعب، قران وذكر. يعني ايه يصاب القران اللي يحرق اللي يعمل معايا حاجه؟ تختم كل سبع، يعني من 4 لـ5 اجزاء كل يوم، 3 سور الاول في اول يوم، والخمسه اللي بعديهم، 7 اللي بعديهم، 9 اللي بعديهم، 11 اللي بعديهم، 13، وتختم زي ما يقولون في الاسر ختمه الرسول بالصور. طب انا عامل الكلام ده امتى؟ وذكر، مفيش نفس يطلع من غير ذكر. كثير شديد ينقطع به القلب الى الله، يعني في تدبر ينقطع به القلب الى الله. ودعوه، اختلطت بالناس اللي بتقولوا لقلبك قوله لهم. افتح الاستيكر، كلم. حقهم عليك، مسؤوليه. لكن انت لقيت المنشور جامد، طب هنعمل ايه؟ ولا لبشة ولا بتاع، احنا نجيب شوية كام عمود كده وحبتين، وبعدين عاوزين بقى نكمل السقف والخلافة. واحنا شدين خشب وشدينا السقف وشدينا الخرسانة وجينا نشيل العروق، فالعواميد غرزت في الطين، فوقع السقف علينا وعلى جميع خلق رب العالمين. طاخ. ايه ده؟ كلام المشايخ الربانيين. انت ايه اللي وداك في السقف؟ انت ما عملتش الاساس ليه؟ ده السقف اللي هيحطه لك الملك، التمكين اللي هيديه لك الملك، بس انت فين اساسك؟ فين قواعدك؟ فين عواميدك؟ فين حيطانك؟ عشان احط لك نجفة الخلافة، نجفة 3 4 طن 5 طن، والسقف عيرة أي كلام وملوش أساس، والعواميد غرزت والسقف اتطبق علينا.
وخد الصالح والطالح، سكة واضحة. لذلك ما تستغربش ان بعض اهل العلم وان قالوا لا يضلك ولا يعجزك قلة الناجين، ده العلماء كلها بتقول كده، ومش معنى الشيخ ده بيقول كده، مش معنى الشيخ ده ماشي في سكة كده. ايه يا عمي، ما تسيبوش، ما تسيبوش، راجع سكته. انت تمشي راجع سكته، تلاقيه على الكتاب والسنة، راجع سكته، راجع سكته، ما بيتكلمش من فراغ. شيء هو مشاهده بقلبه وبأحاسيسه وبالنصوص اللي بين ايديه، وفتح ربنا فتح عليه بيه، علشان ما تجيش كمان تظن ظن سوء في الناس اللي من زمان تقول لك مالناش دعوه بالسكه دي، دي نجاسه، من ايام الشيخ السبكي والشيخ محمد الياس، وهنا مولانا الشيخ الكبير الشيخ اسامه ابو عظيم لا وغيرهم. ليه؟ دي مش سياسه. يعني الناس تظن ايه من سوء الظن بالناس دي، ان دي سياسه، انه ايه، انه ما يتخشش في السياسه عشان يمشي دعوته، يبقى انت غلطت في حقه. لا مش سياسه، مش سياسه. السياسات اللي حواليك دي كلها سياسه يهود ونصارى. اعمل برنامج، انت بعد القران لسه هتعمل برنامج يا راجل يا كذا، مش عايز اقول لك يا كذا، في مكان زي ده ليه؟ تعمل ايه؟ وبعدين تدعي الناس ليه؟ بقى شهر اعضاء وانتخابات، بقى ليك نفرين في كذا، وبعدين ايه؟ وبعدين بقى ليك الحكومه. دي سياسه مين؟ عشان تنافس برنامجك. دي سياسه غير المسلمين. لكن احنا مين؟ احنا لينا سياسه واحدة ما بتتغيرش، كتاب الله، سنة الرسول، دعوة إلى الله، دعوة إلى الله، دعوة إلى الله، حتى يقامش الإيمان والشريعة في قلب كل مسلم. عشان خاطر إيه؟ تنزل نصرة الله، تنزل عطاء الله، تنزل مرضاة الله. والمشاهد بتقول كده، كم من الآلاف أنت بتجمعها وتدعي لكن مفيش رصيد. معنى انت بتقول اللهم انصر دينك، انا معنى ان انصرك وانت تارك لسنه. طب ده انا تارك الاف السنن وعشرات السنن، والايمان والشك ده ما بسال غيره، ده انا شغال في الشغله دي بالرشوه، والشغله دي بالواسطه، واخد حقي غيري، اكلك اصله حرام. وبتقول يا رب، عارف معنى انصرك ايه؟ يعني هو بيضع الشك في قلوب اهل الحق. ان انا ممكن ينصرك ازاي؟ انت بتقول ايه؟ اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وبادئ الصالحين، وانت اصلا مش قادر. انت بس لما جت اللمه كده وازعجت لان ما يبقاش في اسلام في كذا، فانت انفعلت. ايوه بس انت مش قابل اصلا، فلما يجي يستجيب لك يهلكك انت ويوقف حالك انت، لان انت مش علمنا. طب اعمل لك، انت اللي طلبت كده. يا عم انا اقصد الاسلام اللي عندي. لا يا حبيبي، ربنا مش عاوز الاسلام اللي عندك، عاوز الاسلام اللي نزله في القران والسنه. انصر دينك، ده انت تقصد دينك انت اللي يعني حبه كده على جنب، كله شك وكله ريب وكله فتن وكله بدع، لبسك وكلامك وحالك وانت بتدعي بيقول لا مسلم لا سنه. طب ما انا لو عاوز انصر دين اهلكك، انت دعيت ليه كده؟ انت اطلب انك تكون من اهل الايمان واهل الاسلام واهل. فايها الاحباب الكرام، المنهج واضح وثقيل علينا جدا، متزمل ومتدسر، نشتغل فيهم. وانت مسؤول عن نفسك، ما هوش استنى لما حد يساعدني، لما حد، انت مسؤول عن نفسك. مستعدين ان شاء الله؟ قران وذكر ودعوة إلى الله، نأسس الإيمان ونأسس الاحتياج إلى الله حتى الله يرضى عنا. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.